بالنسبه لتكمله الثيرويد جلاند، الفيديو اللي فات كنا بنتكلم على السنس اوف الثيرويد جلاند، واتكلمنا على خطوات التصنيع، واتكلمنا على الترانسبورت، واتكلمنا عن الفانكشنز. وخليكم فاكرين ان الفيديو اللي فات اتكلمت على ثلاث حاجات او ثلاث ستات. السته الاولى هي ست خطوات تصنيع الثيرويد هرمون، السته الثانيه المقارنه بين تي 3 والتي 4 في جدول زي ما عملنا، والسته الثالثه والاخيره ان التي 3 كالوريجينيك ويزود الحراره في كل التيشوز ما عدا سته. المره دي هتكلم في النقط الاربعه كنترول اوف الثيرويد هرمون، ازاي نقدر نتحكم في افراز الغده. رقم اثنين هايبو ثايرويدزم، لو الثيرويد هرمون قلت هتكلم على ادلت يبقى اسم المرض ايه وعلى بيبي. ودايما في اي مشكله في الثيرويد جلاند او اي جلاند سواء هايبو او هايبر لازم تقول لي حاجتين، كوزس اند افكتس. واخر نقطه ازاي نختبر ان الثيرويد جلاند نورمال ولا لا؟ هنبتدي بالعنوان الاول كنترول. فلو جينا بصينا على الرسمه هنتخيل ان ده هو الهايبوثالامس بتاعي، والهايبوثالامس بيبقى كونكتد بالانتيريور بيتيوتري زي ما احنا عارفين. الفكره ان الهايبوثالامس هيطلع هرمون اسمه تي ار اتش ثايرويد ريليزنج هرمون. طيب والانتيريور بيتيوتري هتستقبله فهتفرز ثايرويد ستيميوليتنج هرمون علشان في النهايه تشتغل على حرف الاتش ده او شكل الثايرويد جلاند فيتفرز تي 3 وتي 4. كلنا عارفين من المقدمه زمان ان دايما الهرمون اللي هيطلع من الجلاند لما هيشتغل يقدر يعمل نيجاتيف فيدباك على الانتيريور بيتيوتري او نيجاتيف فيدباك على الهايبوثالامس. طبعا سمينا النيجاتيف فيدباك ده شورت لوب لان المسافه قريبه، وسمينا النيجاتيف فيدباك اللي فوق لونج لوب لان المسافه بعيده. بس علشان نمشي بالترتيب في اي كنترول لازم تقول لي على التي ار اتش نقطه تحت مهمه قوي، بيشتغل ازاي؟ يعني التي ار اتش بيمسك فيه ريسبتور موجود على الانتيريور بيتيوتري فبيشتغل بالكالسيوم كسكند مسج، ده الميكانيزم بتاعه. طب انت قلت بيشتغل بالكالسيوم بس ناقص تقول لي ايه بيشتغل يعمل ايه؟ ايه الاكشنز بتاعته؟ من غير حفظ التي ار اتش هو المين ستيميولاتي او المين كنترول اون ذا انتيريور بيتيوتر. نيجي للتي اس اتش لازم تجاوب فيه على سؤالين، بيعمل ايه وازاي؟ يبقى الاكشن في تي اس اتش قلتها في الفيديو اللي فات، ستيميوليت اول ستبس اوف سنسز اوف ثايرويد هرمون، هو اللي بيشجع جميع الخطوات. افكركم بيها بسرعه، ايودايد ترابينج تي اس اتش، طيب اوكسيديشن اوف ايودايد تو ايودين انا محتاجك، كابلنج برضه محتاجك، محتاجك في الريليز في الانتوسايتوزس، محتاجك في الترانسبورت، يعني جميع الخطوات. بس في نقطه مهمه في الاكشن لازم تتقال، بيزود الفاسكولاريتي، ده اللي بيخلي الثيرويد جلاند فيها بلاد سبلاي عاليه. وده فيها سؤال شفوي هنقوله النهارده في الفيديو ده. طيب ميكانيزم اوف اكشن بيعمل شغله ازاي؟ بيزود السايكليك اي ام بي على الثيرويد جلاند، ما هنا في ريسبتور موجوده في الثيرويد جلاند الدي اس اتش يمسك فيها مع الجي بروتين اللي هم الثلاث اجزاء زي ما قلت في المقدمه فيزود السايكليك اي ام بي. وفي قاعده علشان ما ننساش،
اي بروتين او بولي بيبتايد زي تي اس اتش هيشتغل بالسايكليك اي ام بي، ودايما البيهات مع بعض، بروتين بولي بيبتايد يشتغل بالبي اللي هي فيها سايكليك اي ام بي. طب كده كويس، وعرفنا النيجاتيف فيدباك هو ده فكره الكنترول. بس ناقص حاجه لازم تقولها، امتى الهايبوثالاموس يفرز تي ار اتش علشان يشغل الثايرويد جلاند؟ طب هو تي 3 وتي 4؟ في الفيديو اللي فات قلنا انها كالوري جلد بتسخنك وتزود درجه الحراره. يعني سؤال، امتى الحراره اللي عاوزها تزيد؟ في البرد ولا في الحر؟ هتقول لي طبعا في البرد، والدنيا برد انا بشغل الدفايه، انا عايز اشفى. يبقى معنى كده كولد ستيميوليت الهايبوثالاموس، ده منطقي. في البرد انا عايز اشفى، في الحر انا مش هشغل دفايه، يبقى الكولد يشغل. ودايما تلاقي انفنتس البيبيهات عايزين تي 3 وتي 4 اكتر علشان هو بيفقد حراره اعلى بالنسبه لجسمه فمحتاج يدفع. يبقى دي نقطه مهمه جدا. حاجه ثانيه ديورينج ستريس. طب ليه؟ كلمه ستريس معناها التيشوز محتاجه انرجي. طب انرجي يعني عايزه جلوكوز، هتطلع حراره، يبقى محتاجه هايبوثالاموس يشتغل. فانا اشتغل، اشغل بيتيوتري، اشغل ثايرويد جلاند، دول الاساس عندنا. يبقى دي اول نقطه كنترول. النقطه الثانيه هايبوثايرويدز. تعالوا نفترض ان الثايرويد جلاند قلت في وظيفتها. طب لو قلت في البيبي هيحصل ايه؟ ولو قلت في الأرض؟ فهمسح الرسمه دي ونبتدي نتكلم على الهايبوثايرويديزم بطريقه سهله جدا. الهايبوثايرويديزم عندي لو انا هبتدي كلامي في البيبي، اسم المرض كيريتينيزم، وهقول لكم ليه اتسمى بهذا الاسم، بس لازم في الاول اعرف اسباب المشكله. من غير ما تحفظ ثايرويد هرمون مش شغال، يبقى يا اما العيب برايمري العيب في الغده نفسها، يا اما العيب في البيتيوتري او الهايبوثالاموس انعكس على الغده فهسميها سكندري. انت تابع لمشكله في مكان برايمري العيب في الغده. البيبي ده اتولد بالثايرويد جلاند اجينيسيس، ما اتكونتش كويس. جينيسيس اللي هو التخليق، لا كونجينيتال عيب خلق ممكن، يبقى ده برايمري. طب او عيب تاني سيرجيكال ريموفال، اتشالت له الغده الدرقيه، يبقى عنده مشكله في الثايرويد هرمون. او اقول لك الام اثناء فتره الحمل اخذت الراديشن اشعاع، والاشعاع ده عدى البلاسنتا واثر على الثايرويد جلاند اوبسابين، وممكن يبقى اوتو اميون. وركزوا معايا في الاوتو اميون لانها النهارده ستحمل معنيين. دايما الناس عارفه ان الانتي بادز اذا طلعت ضد انتيجين الجسم اتجنن وبيهاجم نفسه، يبقى السكريشن للحاجه دي هتقل، صح؟ اسمها اوتو اميون هاشيموتو ثايرويدايتس. اللي اكتشف الحكايه دي كان واحد ياباني حتى اسمه باقي على البورد، هاشيموتو ثايرويدايتس. طب كل ده برايمري، طب يعني ايه سكندري؟ سكندري قال لك ممكن يبقى احتمالين اساسيين. بيتيوتري فيها مشكله. لما سالنا تي 3 والتي 4 انت ما بتطلعش ليه؟ قال اصل البيتيوتري ما بتفرزش تي اس اتش، او العيب في الهايبوثالاموس ما بيفرزش تي ار اتش.
لا ده شغال ولا ده شغال، ممكن يكون السبب يا ده او ده. صعب يبقى العيب من الاثنين، يا ده او ده، بس النتيجه في النهايه نقص في الثايرويد هرمونز. تمام، ممكن يبقى في سبب كمان في السكن. البيبي قال انا ذنبي ايه؟ انا ما خدتش من الام ايودين. قلنا له ليه؟ قال ما الايودين ده مهم علشان يمسك في التيروزين، فاكرين كابلنج، ويعمل مونو ايودو تيروزين، وفي النهايه يعمل تي 3 وتي 4، شرحناها الفيديو اللي فات. عشان كده الكتاب كتب ماتيرنال ايودين ديفيشنسي. الام ما عندهاش ايودين كفايه، فتتسال في الشفوي سؤال، هو امتى الام ما يكونش عندها ايودين كفايه؟ تقول ما بتاكلش اكل في يود. يعني ايه؟ ما بتاكلش سمك، ما بتحطش الملح، الطعام الملح على الاكل، لان انت لو جبت الملح تلاقي مكتوب عليه ايه؟ في تكويناته ايودين، ملح الطعام اللي هو كوكس والحاجات دي، يبقى معنى الكلام ده هي ما بتاكلش لا ملح كفايه ولا بتحب السمك ولا اي اكله فيها ايودين، والضحيه البيبي المسكين. يبقى ده الكوزس في اول نقطه في الهايبوثايرويديزم. نيجي بقى للنقطه الثانيه، يا ترى الافكتس ايه؟ او كلينيكال بيكتشر، البيبي ده اشخصه ازاي ان عنده نقص في الثايرويد هرمونز؟ هشخصه بطريقه بسيطه قوي. فاكرين المره اللي فاتت لما قلت ان البيبي محتاج تي 3 عشان الذكاء، محتاج تي 3 عشان الفيزيكال جراس ونمو العظم، محتاج تي 3 عشان فيما بعد السكشوال فانكشن. تعالوا نمسك الموضوع، همسك عنوان هو الجراس عشان تقول كلينيكال بيكتشر لاي هايبو فانكشن. افتكر النورمال كان بيشتغل ازاي وتعالى نعكس. اول حاجه في الجراس، البيبي ده اقل بكتير من البيبي الطبيعي، يبقى البيبي ده قص، يبقى اول كلمه دوارف. وهنا تعالى افكرك بالكلام اللي قلناه زمان في الجراس هرمون. الجراس هرمون اذا قل يبقى في واحد قص، وقلنا في نوعين من الدوارفيزم زمان، يا اما بيتيوتري دوارفيس وقلنا عليه قص بس، منتال فيزيكال سكشوال كويس، منتال وسكشوال بس فيزيكال قصير، وسميناها بروبورشنيت دوارفيس، عامل زي الطفل كل حاجه فيه صغيره، ايديه ورجليه وجسمه متناسق، ويقدر يتجوز ويقدر يخلف. النوع الثاني من الاقزام بيتيوتري انفانتيليزم، ودي قلت ان هو مع الدوارف اللي عنده هايبو جوناديزم. يا جماعه الجوناد الفانكشن قليله. اما هذا المريض البيبي اللي عنده نقص في الثايرويد جلاند، خد كل المساوئ، قصير، متخلف عقليا، ما يقدرش يتجوز ويخلف، يا ريت دي معلش. يبقى اذا الدوارف هنا كلمه قبلها، بصوا بقى، ديس بروبورشنيت دوارفيزم. يعني ايه؟ يعني التي 3 لما هيقل هيتاثر السكيلتال جراس اكتر من السوفت تيشو جراس، فمفيش تناسق ما بين اطراف ايديه ورجليه وما بين السوفت تيشو. الجملة دي مهمة ام سي كيو جدا، نص السنة اخر السنة مهمة جدا. الحاجة التانية ان هو زائد، ان هو منتال ريتاردد، متخلف عقليا. يعني احنا هنا جاوبنا على المنتال جراس، مفيش مايلينيشن نيورونز اوف برين، زائد عنده سكشوال فانكشن قليلة. يبقى دول التلات حاجات في الجراس، فيزيكال منتال سكشوال، اتأثر في التلاتة. طب حلو، عايز اقول بقى تاني مشكلة عنده، اتفقنا في الفيديو اللي فات
لما تيجي نتكلم على اي هرمون لازم تقول لي سبيسيفيك وجنرال. انت اتكلمت على البروس، طب النقطه الثانيه عايزك تتكلمني على السبيسيفيك بقى بتاعها. يعني ايه؟ يعني الكالوريجينيك اكشن اللي قلناها قبل كده اكيد مش هيشتغل. التي 3 والتي 4 قليلين فجسمه ما بيسخنش لما يكون في برد، عشان كده البيبي ده اول ما يجي البرد يعيط جدا ما يقدرش يتحمله. مهما امه حاولت تلفه في كذا بطانيه بس برضه مش قادر. يجي يرضع منها بيعيط وبيعمل صوت وكل حاجه هتعمله. طب واحد ما بيستحملش البرد طبعا لانه ما عندوش دفايه لانه ما بيسخنش، عشان كده قلنا عليها كولد ان توليرنس، ودي ام سي كيو مهمه. ان توليرنس لا يتحمل البرد، عمر البيبي ده هيتكلم ما بيعرفش يتكلم. تاني نقطه بقى مهمه في البيبي ده، خلي بالك البادي ويت بتاعه اخباره ايه؟ فاكرين لما اتكلمنا على تي 3 قلنا انه انا بولك. طب لو هنا التي 3 بقى بيقل ايه اللي يحصل؟ لما بيقل هيضخم. دكتور يضخم ازاي؟ بسبب بسيط، طالما ان هو ما بيحرقش في التيشوز، تي 3 قليل مفيش حرق فما بيخسش. حتى الناس على درجه الفطره كل ما انت بتجري كتير او تعمل مجهود يقول لك خلي بالك كده تخس، ما ترتاح شويه ريح نفسك. هو ما بيعملش مجهود، تي 3 ما بيسخنش الجسم، ما بيطلعش حراره، وفي الاخر زياده في البادي ويت اوبيز. يا نهار ابيض على البيبي ده، بص بقى تخين ومتخلف عقليا وقصير ولا يقدر يجوز ولا يقدر يخلف. بص بقى اللي بعدها مهمه جدا في البيبي، البيبي ده عنده ايدينا جسمه منفخ، في انترستيشن فلويد زياده. طب ايه السبب؟ هقول لك السبب. لما جيت الفيديو اللي فات قلت ان التي 3 بيشتغل على البروتين اس انابوليك، ولو زاد افراز الغده الدرقيه يبقى كاتابوليك. انا هنا ما اقولش ان الافراز زاد، انا بقول ان هو قل. معنى كده ان البروتين ما بيتكسرش. هتقولوا انهي البروتين بتتكلم عليه؟ ميوكو بولي ساكرايد، دي اللي بتكون التيشو بنسبه 90%. اي تيشو يا جماعه يتكون من حاجتين، من بروتين وميه. البروتين ده ما بيتكسرش فعمال يزيد ويتضاقم تحت التيشو. بدليل لو انت جيت ضغطت على التيشو الوارم اللي فيه البروتين زايد صباعك ما يبرس، فسميناها نون بيتنج ايدينا، ودي خدناها السنه اللي فاتت. كلمه بيت حفره، طبعا انا لو دست اسبوعي على ايديتس تيشو فيها ميه صباعي يخلص. هنا صباعي ما بيدرس لان انا دايس على بروتين. هتقول لي طيب والميوكو بولي ساكرايد اللي هتتجمع في البيبي ده ممكن تقول لي هتاثر على شكله ازاي؟ فنيجي من القديمه ونطلع كذا سهم بقى. الميوكو بولي ساكرايد لو اتجمعت في جفونه او منطقه العين، عينيه دوره، يحصل سوالنج اوف اي ليد، الاي ليد تورم، وفي فتحه صغيره في العين اللي انا حاطط صباعي عليها دي لو عملنا زمان اسمها البيبرال فيشر، هتبقى النارو، يبقى شبه اليابانيين زي المواطن الاسيوي بالظبط، ياباني. يقول لك البيبي ده ياباني ده ليه؟ عنده سوالنج اوف اي ليد. الثانيه ميوكو بولي ساكرايد لو اتجمعت في النوز، توقع النوز، تعمل ديبرست نوز، حتى
الناس اللي جوه بالبلدي مناخيره مفطوسه شويه، ديبريسد نوز. ده مش بس كده، ده النيوكو بوليسكارايد هتتجمع كمان في لسانه عند الطلق، فلسانه يخرج لبره. بروترودد طنج، اللسان بيخرج، يعني متخلف عقليه تيبيكال. انت عايز ايه؟ ما بيعرفش يجمع، وقصير، سيكشوال قليل، ما بيستحملش البرد، تخين، ايدينا كتير، شكله ياباني، مناخيره مفصوصه، مناخير روماني. ايه التشكيله دي؟ بروترودد طنج خارج بره خالص. بصوا بقى الرابعه دي اللي تخلي الام تجيلك في عياده الاطفال. ايه الرابعه بقى؟ الايدينا موجوده في الفوكال كورد، في الاحبال الصلبيه. فالبيبي ده كل ما يجي يرضع مش قادر ياخد نفسه، فيعمل صوت وهو بيرضع. حتى الكتاب سماها كروكينج ساوند وايل كراين، ده بيعيط مش بيشهق، كانه بيموت. عشان كده الام تقول لك يا دكتور كل ما يجي يرضع مني بيعيط، ما بيستحق، كل ما يبقى الدنيا برد يعيط، انا مش عارفه ايه. لا، وفي حاجه ثانيه كمان، نفترض الام ما خدتش بالها، لان في امهات كتيره للاسف مش متعلمين، لكن تاخد بالها بقى من حته مهمه جدا في العيان. البيبي ده اتاثر عنده الفيزيكال جراس، معروف ان احنا بنسنن، بتطلع التيس في وقت معين، وبنزحف في وقت، ونمشي في وقت. المفروض 9 شهور 10 شهور تبتدي تمشي، بتعرف تمشي. تجيلك الام تقول لك ايه؟ انا ابني عنده سنتين وما بيقدرش يمشي. انت تقول ايه؟ ده دي حاله طبيعيه؟ لا، ازاي؟ في تاخر في جميع وسائل الحركه. فاتقالت في الكتاب بكلمه ايه؟ ديليت موتور مايل ستونز، جميع وسائل الحركه او دعامات الحركه اتاخرت في هذا البيبي. ديليت موتور مايل ستونز، يعني دي حاله طبيعيه. هتقولي طيب وبعد كل المشاكل اللي انت قلتها فيها يا دكتور، هل في حل؟ اه، الحل ان انا اديله T3 وT4 قبل اول سنه من حياته. لازم الام تجيلي بدري. ليه؟ لان T3 كروس بلاد برين بارير ان ذا فيرست يير اوف لايف. طب وبعد كده T3 مش هيعدي البلاد برين بارير، فمش هيقدر يعمل منتال جراس. خلاص البيبي ده اتحكم عليه طول عمره يبقى متخلف عقليا. عشان كده دايما الامهات لما يروحوا يطعموا ابنهم او يسجلوه كانوا في المواليد في التقييم الصحي، بناخد عينه من الرجل علشان نشوف فيها T3 وT4، وبيعمل كده الممرضات علشان نشوف نورمال ولا قليل. أول أسبوع في تسجيل المواليد الكلام ده موجود، لأنك لو اتأخرت حكمت على ابنك بهذا المرض. طب ناقص نقطة أخيرة في حتة البيبي دي، هما ليه سموها كريتينيز؟ أي حاجة آخرها اسم معناها مرض. طب إيه كريتين؟ في جزيرة في البحر المتوسط اسمها جزيرة كريت، ودي مشهورة جدا جنب قبرص لو حد عنده في الجغرافيا معلومات. الجزيرة دي زمان العلماء أو الفلاسفة اليونانيين قالوا إحنا كلنا فلاسفة. أرسطو، سقراط، الناس دول، قالوا إحنا ما نقعدش معانا عامة الناس، الأغبياء لا، إحنا بس اللي نقعد في مكان. طب وجميع الأغبياء؟ وديهم جزيرة كريت. فارتبط في العالم كله منذ بداية معرفة المرض، أي غبي أو متخلف وديه في جزيرة كريت. قالوا يبقى ده جزيرة العبط، كريت إنيس.
انا حتى ليه حبيت اقسمها جزئين؟ هي اسمها ميكسديما لسبب. ميكسدي عامل على كلمه ايه؟ ميوكوبولي ساكرايد، في ميوسين كتير، بروتين كتير، ادى الى ايديما، يعني عامل زي فكره البيبي، بس هنا في القبض بتبقى واضحه. نيجي للاسباب. برايمري او سكندري، انا شاب عندي 21 سنه وانا ناقص عندي الثايرويد هرمون، انا اتولدت بيه، بس بعد فتره قل معايا. يا ترى ايه الاسباب في الغده؟ في برايمري؟ في برايمري. البرايمري اللي عندك ممكن يبقى العين سيرجيكال ريموف، ممكن يبقى انت تعرضت الى اشعاع، في عيب عندك في الغده، او ان احنا شلنا لك الغده الدرقيه، عندك ورم في الغده مثلا او اي سبب انا شلته، اسمها سايرويدكتومي، اكتومي، شلت الثايرويد جلال. طب نيجي للسكن دي، يا بيتيوتري او هايبوثايرويد. يعني اذا الاسباب هتلاقيها قريبه جدا من قبل كده، بس يتميز البيبي في السكن من ايه؟ ماتيرنال ايدين ديفيشنس. هنا ما ينفعش اقول ماتيرنال في غلط، والا انا مش فاهم حاجه خالص. طب سؤال، ايه الكلينيكال بيكتشر للميكس ديما؟ هل يا ترى اتكلم عن عنوان الجرس؟ الاجابه طبعا لا. فيزيكال ايه؟ انا حاجه 20 سنه، انا لا يمكن ابقى ضواف. الديفلوبمنت حصل من ايه؟ طب من ده؟ خلاص التي سي عدى الدبرين بارير وعمل مايلينيشن نيورونز وعمل لي برين ديفلوبمنت من وانا بيبي. خلاص، فاذا لا تذكر فيزيك ولا تذكر من، لكن ممكن تذكر سكشوال فانكشن انك في سن الزواج. طيب نتكلم بقى على السبيسيفيك، عشان كده تلاحظوا انا ما مسحتش الكريتينيزم. هل يا ترى يحصل ايه؟ كولد انتولرانس طبعا، ما هي ايه؟ تي 3 ال. طيب باتي ويت يزيد؟ طبعا. عندك ايديما؟ عندي طبعا، بس في نقطة بقى، علشان بدوش لازم امشي بنظام. ايه بقى النظام؟ في الميكس دينا لازم الأول تبتدي لي كده، تقول لي أخبار الميتابوليك إيه؟ فاكرين لما قلنا الفيديو اللي فات في خمسة أكشن ميتابوليك؟ يبقى ابتدي أول حاجة على الكربوهيدرات، فات، بروتين، والمينرالز اللي عندي، واتكلمنا عن الفيتامينز، وابتدي واحدة واحدة. الكربوهيدرات قلنا ان تي 3 وتي 4 بيزود كل عمليات الجلوكوز، سواء جلوكونيجينيسيس، جلايكوجينيسيس، جلايكوجينوسيس، كل حاجة. طيب ده هنتكلم عليه، ما يفرقش قوي في العيان، فهشطب عليه. الفات، مفروض ان تي 3 وتي 4 كان بيقلل الكوليسترول في الطبيعي، قلناها الفيديو اللي فات. اما انا عندي ميكسديما، فالكوليسترول يحصل له ايه؟ يحصل العكس. انا بكتب على البورد النورمال واعكسه، الكوليسترول هيعلى فتدخل فيه اثيروسكليروز، يبقى الشاب اللي عنده تصلب شرايين. يبقى دي حاجه. نيجي على البروتين، هيبقى ايه؟ يتجمع الميوكو بوليساكرايد يؤدي الى ايديما. الايديما دي بقى تيجي في الشاب ده فين؟ في احباله الصوتيه، زي فكره البيبي بالظبط. يبقى صوته وهو بيتكلم هاسكي فويس. كلمه هاسكي يعني صوته مبحوح، زي ما قلنا قبل كده هورسنس اوف فويس، صوته مبحوح. وعلى فكره ومش بس كده، ولو اتكلمنا عن المنتال جراس انا هقول لك هو مش متخلف عقليا، ولكن ذكائه هيقل. انت طول الوقت عايز تي 3 وتي 4 تقدر تفكر، تذاكر، تحل اي حاجه. هو هنا المنتاليتي بتاعته او تفكيره قل في الكفاءه عن الاول. عشان كده كل الكتب تكتب ايه في الميكسديما؟ سلو منتاليتي
عشان ذكائه قل زائد صوته مفتوح، وقالوا ان المرض الوحيد اللي تقدر كدكتور تشخصه في التليفون عيان جاي يكلمك ويقول له وجاي يقول لك ازيك يا دكتور وصوته مش طالع، يقول لك انا مش قادر وكل حاجه بعملها هنساها وانا مش قادر اعيش، اعمل ايه؟ انا ما بقتش زي الاول، تفكيري قل، تركيزي قل، يبقى انت عندك ميكس فيما ده بيتشخص بالتليفون. طب نيجي بقى نتكلم على فكره الفيتامينز. ما قلنا الفيديو اللي فات ان الكاروتين في السكين يتحول لفيتامين ايه بسبب تي 3 وتي 4. انا دلوقتي عندي التي 3 ال، يبقى شيء طبيعي الكاروتين هيزيد وهو ما بيتحولش. الكاروتين ده في الجلد يخلي لون الجلد مصفر يلو سكين، وكمان يخلي شعرك مجعد كورس هير، وكمان يخلي ضوافرك تبقى سهله في الكسر بريتل نيلز. طب الفيتامين ايه ما تكونش؟ يبقى هيقل، يعمل نايت بلايندنس، عشاء او عمى الليل قلناها قبل كده، يبقى دول مشاكل كلها ميتابوليك. تعالوا نتكلم عن النقطه الثانيه على السيستمز. فاكرين لما جينا اتكلمنا قلنا ان تي 3 بيأثر على السي ان اس، بيعمل ايه؟ قول بيصحصحك، بيشغل الرئاس اللي يعمر الراس، فاكرين الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم. انا التي 3 عندي قليل فمش مصحصح، انا نايم على طول مش مركز. كلمه نايم على طول يبقى عندي سي ان اس هتطلع لي ثلاث اسئله. سلو مديشن قلناه، نايم على طول دي ايه؟ ان سومنيا؟ لا، دي كلمه ثانيه بقى اسمها هايبر سومنيا. هايبر سومنيا يعني انا بنام كتير، انسومنيا يعني ارق لا انام، ما بنامش، يبقى ده زياده التي 3. نيجي بقى للتالت، الريفلكسز بتقل. فاكرين لما قلنا ان التي 3 بيسرع الريفلكس وشرحناه؟ نيجي نتكلم على سي في اس. معروف ان التي 3 يزود السيستوليك ويقلل الدايستوليك ويزود البالس، بلاش هنا هيحصل العكس. العيان ده عنده سيستوليك بريشر قليل، عنده برادي كارديا، لان البرميسيف اكشن اوف الكاتيكولامينز للتي 3 والتي 4 هيقل عن الاول. نتكلم ثلاثه، اخبار الريسبيراتوري هيقل الدبس والريت اوف البريزنج. نتكلم عن الرابع الجي اي تي. قلنا الفيديو اللي فات ان تي 3 والتي 4 كانوا بيزودوا الموتيليتي اوف الاندست، يخلوك عندك شهيه للاكل كويسه، يزودوا افرازات الجهاز الهضمي، يزودوا حركه الامعاء. هنا الحركه هتقل فيبقى عنده كونستيبيشن امساك، ودي مهمة قوي في العيان. الخمسة عنده أنيميا، لأن التي 3 كان بيزود الإيراثروبويتين ريليز اللي يزود الريتنا سيل فورميشن. طبعاً اللي هيتابع معانا اللي بنعمله يلاحظ إن إحنا ماشيين بنظام ميتابوليك ثم سيستم ثم الجنرال في الجراس عشان ما تنساش، يبقى ده ميكس. دي النقطة التانية. نيجي للنقطة التالتة، هايبر ثايرويدز. لازم تجاوب زي دي، كوزس وكلينيكال ريتش. طيب افراز الغدة زاد، طب زاد بسبب ايه؟ وايه الكلينيكال ريتش؟ بصوا علشان يبقى الموضوع سهل همسح ده كله، بس هاجي هنا واكتب هايبر ثايرويدز. على فكره هايبر ثايرويدز اشهر مرض ليها حاجه اسمها جويتر. جويتر هو تضخم في الغده الدرقيه. النهارده هنتكلم عن الجويتر بكذا حاجه، انواع
ودي تهمني جدا، وهتكلم عن الكلينيكال بيكتشر اوف هايبر ثايرويدز. فبصوا بقى معايا، اول حاجه هسالكم اسئله كتير عشان الغده تضخم، تتوقع يبقى الايودين زايد ولا قليل في جسمك؟ طبعا كل الطلبه هتقول احنا عايزين ايودين، هقول لك ماشي، يبقى في النهايه تي 3 والتي 4 زايد، طبعا يا دكتور لازم الايودين يزيد. المفاجاه، ودي اول حاجه في الجولدر عايز اقولها، ان الايودين يكون قليل في جسمك. طب ازاي؟ ايودين لما يقل يبقى كل خطوات تصنيع ثيرويد هرمون قلت، يبقى التي 3 والتي 4 قلت. بس بالنيجاتيف فيدباك، بالنيجاتيف فيدباك هيزيد التي اس اتش. فاكرين لما قلنا تي 3 لما يزيد يقلل الثيرويد ستيميوليتنج هرمون، هنا العكس حصل، التي 3 قل فالتي اس اتش زاد جدا لدرجه ان هو زود كل خطوات تصنيع الثيرويد هرمون مره ثانيه وكبر الغده. لان التي اس اتش لما جيت شرحته هنا غير انه بيزود كل خطوات التصنيع والفاسكولاريتي، كمان بيزود السايز اوف ثيرويد جلال، فادى الى جولدر. عشان كده جميع المراجع قالت اول نوع جولدر اسمه ايودين ديفيشنسي جولد. طب عندنا سؤال ليه، هو امتى الايودين يقل؟ لو انت عايش في الواحات الاوزس، في الواحات انت بعيد عن البحر، عايش في مكان ما فيهوش بحر، لان البحر فيه ايودين، بتاكل اكل ما فيهوش ايودين، عشان كده يجي يقول لك ايودين ديفيشنسي موجود في اماكن محددة زي بالظبط الفيوم. مع احترامي لأهل الفيوم، في حاجة اسمها الأمراض المتوطنة، يعني البلد دي فيها المرض ده منتشر جدا. عشان كده منظمة الصحة العالمية قررت لازم أي أكل يبقى فيه نسبة أيودين، لازم تحط نسبة معينة من الملح، الكلام ده ما فيهوش هزار. طيب دي اول نوع. طيب الكتاب سماه باسم تاني، اندميك جولد. كلمه اندميك معناها ايه؟ امراض متوطنه. اقول لك البلد دي، الوطن ده في المرض ده، زي ما اقول لك في الفلاحين ممكن الدلهاسيا كتير، بره بيبقى في مشاكل صحيه كده زي الايدز او غيره، كل مجتمع وله امراض او ليه اسم كمان، كولويد جولدر. الله، اشمعنى كولويد؟ دي اللي فيها الثيروجلوبين اللي مخزنه تي 3 وتي 4. طب ما هو ظهر، كل ما الغده عندي بتكبر كل ما هتخزن تي 3 وتي 4 اكتر. يبقى ده اول نوع من الجولدر، وقلنا ايدين ديفيشنسي او اسمه الثاني اندميك او الثالث كولول. نيجي لتاني نوع جويتر، وده مهم جدا لازم تكون عارفه، ممكن الغده عندك تكبر وانت انسان طبيعي. فيسيولوجيكال جويتر يعني ايه؟ فتره الرضاعه، دايما الست الغده عندها تكبر شويه، انا مش قصدي تكبر كمرض، تكبر اكبر من العادي وتشتغل بشكل مكثف في افراز التي 3 والتي 4، ده مهم جدا. بس في النهايه هي ما وصلتش لمرحله الهايبر ثايرويدز، ده النوع الثاني. النوع الثالث بقى اللي عايز اتكلم عليه، النوع المرتبط بخروج العين لبره. ساعات تلاقي واحد عنده اكس اوف سولز، جحوظ العين، هسميها جريفز ديزيز او توكسيك جولد. مش قصدي التوكسيك ان الغده اتسممت، انا قصدي انها هتفرز تي 3 وتي 4 كتير. هتقول لي طيب انا عندي اسئله ليك دلوقتي،
هو لما يحصل جريفز ديزيز ايه الايفكتس او كلينيكال بيكتشر اللي تبان في العيان؟ ميتابوليك سيستمز جراس. لازم يبقى دماغك مرتبه. نيجي على الميتابوليك، انا عايز اتكلم على الفات، هيحصل ايه في الكوليسترول؟ هيهد يا دكتور تي 3 والتي 4 زاد، هيشتغل زي الطبيعي بس بدرجه مكثفه، يعني العيان ده ما عندهوش اسيروسكليروز اللي هو هايبر ثايرويدس. تمام. نيجي على البروتين، هل في انابوليك؟ تقول لي لا ده في كاتابوليك، قلتها الفيديو اللي فات. لما يزيد التي 3 والتي 4 مش هيكتفي فقط بحرق الكربوهيدرات والفات، هيحرق كمان بروتين فهتخس. عشان كده العيان ده يجي ايه؟ اول حاجه تضايق نمبر 1 في الهايبر ثايرويدز لو بادي ويت، يا دكتور انا بخس. هتقول له ايه بقى؟ وشهيتك بالاكل اخبارها ايه؟ كلمه شهيتك الجي ار تي ابيتايت، يقول لك انا باكل كتير ووزني بيقل. ده انا جيت امسك نفسي لقيتني خسيت 15 كيلو في 10 ايام. ده من غير دايت او حاجه، ده انا باكل زي الاول. معنى الكلام ده ان انت يا عندك مرض السكر او عندك هايبر ثايرويدز، وسهل الفرق بين الاثنين. يبقى دي اول حاجه. رقم اثنين مهم قوي بقى في مشاكلنا، نتكلم على الكاروتين يتحول لفيتامين ايه؟ طبعا لعنده جلد سفير ولا بريك نيلز، ده راجل طبيعي ولا مايند بايلز. نيجي ندخل على السيستمز بتاعها. على السي ام اس، فاكرين المكسدينا بنام كتير؟ اما العيال ده يقول لك ما بنامش، انا عندي اكتيفيشن للراس، يبقى ان صامية واحطها في دايره، هنا ان، هنا هايبر صامية. خلي بالك في الفرق بين الاثنين. وكمان عنده الريفلكسز زايده جدا في السي ام اس. طيب في نقطه مهمه، طبعا الكالوريجينيك اكشن عشان ما ننساش، فاكرين وزوم على دي، مريض الهايبوثايرويدز لا يتحمل البرد. اما انا ده تي 3 زايد وده انا سخن، ده بيحرق في كل التيشوز بفظاعه، ده انا لا اتحمل حر غير الحراره اللي عندي، يبقى هيت انتولرنس لا ام سي كيو. طب نيجي للي بعدها، سي في اس، هيزيد السيستوليك وهيزيد الدايستوليك ويزيد البالس بريشر. نيجي على الريد بلاد سيلز، عنده اكيد زياده في الريد بلاد سيلز، عنده بولي سايزيميا. كل دي حاجات هتحصل وما اختلفناش فيها وماشيين بالترتيب، بس في نقطه اهم لو ما قلتهاش لازم تنقص. اخبار عينه ايه؟ انت بتقول اكسو صابس، هقول لك ايه اللي حصل. الاوربت اللي هو اللي حاطط صباعي عليه في فلويد ورا، في بروتينز وفي سيلز عماله بتزق الاوربت لقدام، فالعين خرجت من المحضر او المكان اللي هي فيه لبره، فسميناها اكسو سالموس بسبب ان الاوربت اسبريسد باي انفلوينس. بس انت قلت كل حاجه، بس يا دكتور ايه السبب اللي ادى للمشكله؟ لغايه دلوقتي ما قلناهوش. انا حبيت اقول الكلينيكال بيكتشر بسرعه عشان اقول لك هي عكس الهايبوثايرويدز. طيب السبب ايه؟ السبب هنرسم بسرعه مع بعض ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. لو جينا قلنا ان ده الانتيريور بيتيوتر وان ده هو الثايرويد جلاند، الانتيريور بيتيوتر مش هو المفروض بيطلع تي اس اتش تمسك في ريسبتور على الثايرويد جلاند؟ هتقول لي طبعا. الريسبتور اللي على الثايرويد جلاند ده مش هيمسك فيه تي اس اتش، الجسم هيتجنن، هيطلع انتي بودي ضد الريسبتور ده، هيعتبر الريسبتور انتيجين، عايز
يهم. افتكر في سنة أولى كنا بنقول الميموري سيلز أو خلايا المناعة دورها إيه؟ تعرف مين تبعي ومين مش تبعي عشان أعرف أهاجم مين. هنا أنا بهاجم حتة في جسمي، أنا بهاجم حاجة تبعي. قالوا إيه ده؟ يعني طلع حاجة اسمها إيه؟ ثايرويد دي ستيميوليتنج إميونوجلوبين. إيه ده؟ ستيميوليتنج إيه يا دكتور؟ أنتي بادي يعني يكسر الريسبتور ده خلاص. لكن ولأول مرة الأنتي بادي مسك في الريسبتور وشغله وقال له أنا عايزك تطلع تي 3 وتي 4. إيه ده؟ يعني اشتغل زي التي اس اتش. أمال المشكلة فين؟ في فرق رهيب إنه اشتغل لفترة طويلة فسمينا الثايرويد ستيميوليتنج اميونوجلوبين يساوي اس بلود تاني لونج اكتنج ثايرويد ستيميوليتنج انتي بودي. فكل المراجع قالت ما تيجي نختصرها باول حرف من كل كلمه لونج ال اكتنج ايه ثايرويد تي ستيميوليتنج اس لاتس. قالت احنا الماده دي اسمها لاتس. هتسألوني طيب وليه الموضوع ده ما بيوقفش؟ الكلمة السحرية اللي في الكتاب اللي محدش واخد باله منها ان اللاتس ده لا يوجد نيجاتيف فيدباك بينه وبين التي 3 والتي 4 بعكس التي اس اتش. التي اس اتش على فكرة في نيجاتيف فيدباك ده لا يقول لك انا هقطع بكمية كبيرة وهشتغل لفترة طويلة واشغل الغدة تطلع الهرمون وتفضل تطلع والموضوع ما يوقفش ومحدش يعمل لي نيجاتيف فيدباك. وده سبب الاكسو سالتس وده سبب الجولتر نفسه. يبقى الجولتر في كام نوع؟ كتير. فيسيولوجي جولتر قلناها في اللاكتيشن وفي الايودين ديفيشنسي جولتر. وفهمت ازاي لما الايودين قل والتي 3 قل وبالنيجاتيف فيدباك انت زودت التي اس اتش اللي كبر حجم الغده اللي خلى عندك هايبر ثايرويدز. طب كل الكلام ده يا دكتور كلام جميل، عايزين نسالك سؤال، هل يا ترى الهايبر ثايرويدزم ده ليه علاج؟ الاجابه ايوه ليه علاج سيرجيكال وميديكال ودي مهمه جدا. بس قبل ما ايه العلاج عايز اسالكم سؤال مهم جدا قبل مرحله العلاج. تعرف حاجات تعرف اكل يكبر حجم الثايرويد جلاند؟ يعني ايه الاكل دايت مش معناه تخسيس اللي يكبر حجم الثايرويد واللي يعمل دايت واسميه جايترو جين. الاكل ده المفاجاه هو الكابش. كابش كروم المحشي محشي اه يا دكتور يكبر حجم الغده. ايوه ازاي؟ وجدوا ان الكروم بيبقى فيه ماده اسمها برو جايترين او برو جايترو جين. برو يعني ما قبل، يعني دي ممكن تكبر حجم الغده ويتحول الى ماده بتسبب الغده اسمها جويترين. طب ليه هي ما بتكبرش الحجم؟ لان المحشي اللي احنا بناكله بنسخنه. الحراره على فكره بتبوظ الكونفرجن ده. لما تيجي تسخن المحشي او الكروم هتمنع تحويل البرو جويترين اللي جوه الكابش الى ماده تكبر حجم الغده. ودي مهمه جدا. ولو اني كده كده سواء انت اكلته سخن او ما سخنتوش برضه في الانتستين هيتحول الى جويتر. دي معلومه كان الكتاب كاتبها. طب سؤال، انا جيت لك عيادتك وقلت لك انا الغده عندي كبيره باينه في الرقبه كبيره قوي ومضايقاني يا دكتور، لا بستحمل حرق في حاجه ثانيه، يبقى العيان ده عصبي جدا نيرفسنس عنده مايلينيشن اوف نيورونز عالي في سي اس عنده العشاء.
عنده ترامس على فكره في ايديه، ودايما المرض ده بيجي للستات. تقول لك انا بقيت عصبيه جدا على جوزي في البيت، طبعا كده كده ده العادي سواء عندها هايبر ثايرويديزم او لا مفيش فيها مشكله. وتقول لك ايه بقى؟ ايديا بتتلعب الشلوت، كل ما بمسك صينيه او حاجه تقع مني. يجي الحر ما بطيقوش، ما بستحملوش، بحس ان ضربات قلبي زياده. كمان عينيا طالعه لبره مضايقاني، شكلي مضايقني والناس بتتريق عليا. قالت كل الكلينيكال بيكتشر اللي عندها، قالت لك حلو، انت بدات التريتمنت بايه؟ رقم واحد قلت لها سيرجيكال، راحت الجراح. الجراح عايز يشتغل، قال لها انا هشيل لك جزء من الغده، مش هشيل لك الغده كلها عشان تحتفظي بصم فانكشن. فيتقال ايه بقى؟ سب توتال ثايرويدكتو، انا هشيل يعني ثمن الغده. سب توتال حلو، لما هشيل ايه اللي هيحصل؟ هيقل التي 3 والتي 4، قولوا معايا، بالنيجاتيف فيدباك هيزيد التي اس اتش، فحجم الغده هيكبر. طب معنى كده انت مفيش حاجه حصل، طب نعمل ايه؟ دكتور الشاطر يقول لك لا، قبل العمليه باسبوعين انا هديلك ايودين زياده. يبقى قبل العمليه انا هديلك ايودين زياده اسمها لوبل ايودين. قلنا له ليه؟ الايودين ده يعمل ايه؟ يعمل حاجتين، يمنع البايندينج اوف التيروزين للايودين. شو الايودين بيمسك في التيروزين؟ يقول لك مفيش اورجانيك بايند، مفيش كوبي لينك، يعني تي 3 وتي 4 ايه؟ مش هتتكون. ده مش بس كده، يقول لك وكمان همنع الريليز اوف التي 3 في الدم. شو التي 3 كان بيبقى ريليز باللايزوزوم؟ لا انا مش هخرجك، يعني من الاخر انا هحبسك في مكانك. والايودين الزياده وجده اهم حاجه انه بيقلل الفاسكولاريتي اوف ثايرويد جلاند. انا هخلي الثايرويد جلاند البلاد سبلاي فيها اقل. طب وده يفيدني في العمليه؟ اجي اشتغل على الجده، هيبقى النزيف او البليدنج اذا حصل قليل. عشان كده ده سؤال اورال، يقول لك قبل العمليه ليه تدي يا ابني ايودين؟ والطالب اللي من الاوائل اللي بيتفرج على الفيديو ده يلاحظ حاجه جميله، ان الدكتور مره قال ايودين زياده ومره قال ايودين قليل. فاكر الايودين ديفيشنسي كان بيعمل ايه؟ جوين. اما هنا الايودين الزياده يعالج الجوين، ودي نقطه في غايه الاهميه لازم تكون عارف. اخر جزء عندنا عايزين نركز عليه التست اوف الثايرويد جلاند. انا دكتور امراض بطنه جالي عيان لسه الغده الدرقيه بتاعته ما كبرتش قوي، بس جاي بيشتكي من اعراض الغده. انا عايز اطمن هو عنده هايبو ولا هايبر ثايرويدزم، يا ترى هعمل ايه؟ الفكره في منتهى البساطه، بصوا على التست بتاعتي. اول تيست او التستات السريعه هقول له انا عايزك تقول السيرم تي 4 وتي 3 وتي 6. يعني ايه تقول لي؟ روح لاي معمل تحاليل وهات لي النتيجه دي، هياخدوا منك عينه دم ويحطوها في جهاز وتطلع ورقه مطبوعه بالارقام. لو التي 3 انا لقيته عالي يبقى معناه انه عنده ايه؟ ثايرويد جلاند شغاله زياده. لو لقيت التي 3 طبيعي انت انسان نورمال ما فيهاش كده. التي اس اتش اذا لقيته عالي يبقى ده ستيميوليت الثايرويد جلاند فانكشن. عشان كده ضروري حفظ الارقام. التي 4 في الدم كام؟ بيبقى من 4 إلى 11 مايكروجرام في المللي.
يمرر الدم في الجهاز، طلع مثلا التي 4 ده 20 يبقى هاي، طلع اقل من 4 يبقى هاي. يعني دوره ان يكون عارف مين اعلى ومين اقل، والنورمال بيتكتب كده التي 3 من 80 ل 160 نانو جرام بر مل، والتي اس اتش 5. فاول حاجه بنعمل كده. زمان كانوش اكتشفوا ازاي نقيس الهرمون ده، زمان قالوا طب احنا هنعمل حرب، هنشوف الايودين ماسك في البلازما بروتين قد ايه. تقول لي ايودين؟ مين الايودين؟ هو التي 3 مش هو اسمه تراي ايودو سايرونين؟ قالوا خلاص انا هشوف الايودين اللي ماسك في البلازما بروتين في الدم. وانا قلت في الفيديو اللي فات ان التي 3 بيمسك في قلب من واحد جلوبيلين، بس الافينيتي للجلوبيلين اعلى. قالوا بقى احنا هنقيس ايه؟ بي يعني بلازما بروتين، بي يعني بايندينج ايودين، ومين الايودين ده؟ رمز التي 3. هشوف التي 3 هتقول طيب ممكن افهم ايه اهميه الكلام ده؟ هقول لك كل ما يكون التي 3 ماسك في بلازما بروتين اكتر يبقى الفري فورم بتاعه اقل، النسبه الحره اقل، وما دام اقل يبقى ده هايبو ولا هايبر؟ هايبو سايرونيز، يعني هو بيعرفها بطريقه غير مباشره. رقم ثلاثه قالوا بصوا بقى ادي الغده بتاعتنا، لانهم ماشي قالوا احنا هنعمل فكره الايودين المشع. يعني ايه؟ الغده دي مش في ايودين داخلها؟ وفي ايودين خارج منها في صوره تي 3 وتي 4. انا عايز اشوف نسبه الايودين اللي استفادت بيها الجلاند قد ايه. حاجه اسمها راديو اكتف ايودين ابتيك، يعني انا هبلع العيان يود مشع واشوف هو هيستفيد منه قد ايه، واصور الكلام ده بكاميرا اشوف الاقي التوازن الايودين اللي مخزناها الجلاند قد ايه. عشان كده سموا الطريقه دي ريجيو اكتف ايودين ابتيك، ودي مهمه جدا. والايودين المشع 123، دي فكره مهمه قوي كانوا بيعملوها زمان. في فكره رابعه كمان، تيست رابع، قال لك بص انا هشوف نسبه الفري تي 3 على التوتال تي 3. يعني ايه الفري على التوتال؟ ما هو اي هرمون يا اما ماسك في بروتين يا اما حر. التوتال يعني داونت وفري. هشوف النسبه كام، لو لقيت الريشيو دي قلت يعني فري تي 3 هيقل، او لقيت ان الريشيو دي علت يبقى الفري تي 3 هيزيد. ليه فري؟ لان التي 3 قلنا الفيديو اللي فات 90% او اكتر من الاكشنز اوف ثايرويد هرمون مبني على ده، ودي اسمها شاركول تيست او اختبار الفحل. لسه في تيست كمان، وتيست سهل جدا، اقيس نسبة الكوليسترول في الدم. مش انت يا تي 3 بتقلله؟ انا بقلله بمنع الاسكليروس. نفترض ان الكوليسترول قسته في الدم لقيته عالي يبقى انت عندك هايبوثايرويديزم، لقيته واطي يبقى العكس، يبقى تعالى نقيس سيرم كوليسترول ليفل. طب هو نورمال كام؟ من 150 ل 250. عشان كده كل الكلام ده اورا، ما انت لو مش حافظ النورمال كام هتشخص على اساس ايه؟ نيجي للنقطه السابقه، انت عمال تقول لنا ان التي 3 والتي 4 اسكالوريجينيك وبيسخن، طب ما تيجي نشوف درجه الحراره او السخن الحراره اللي بتطلع دي، ما تيجي نقيسها عشان نقيس الحراره اللي خارجه من التشو. During breast قالوا هنسميها بيزل، بيزل يعني مبدئي ميتابوليك ريت من غير اكسرسايز.
40 سعر حراري لكل ساعة لكل متر مربع في جسمك. كل متر مربع مساحة بتطلع 40 كالوري. طب لو انا عندي هايبر ثايرويدز ايه اللي هيحصل؟ هيحصل يا جماعة يبقى 60 كالوري. يعني الميتابوليك ريت عالي جدا. هو بيسخنك قوي. ده كل الكلام ده من غير لا تاكل ولا تجري ولا اي حاجه خالص. نيجي للتست رقم 7 والاخير. سالنا الثيرويد جلاند سؤال. قلنا لها انت ليه ما بتفرزيش تي 3؟ قالت العيب مش عندي، العيب عند البيتيوتري اللي فوق. ما بتطلعش تي اس اتش. ففكر العلماء فكره جميله قوي. قالوا طب ما نيجي ندي للعيان تي اس اتش. لو الغده اشتغلت الثيرويد جلاند يبقى كان العيب في مين؟ في البيتيوتري. انا هصنع تي اس اتش بديل للبيتيوتري كانت المفروض تطلعه. فسموا الاختبار ده ايه؟ تي اس اتش ستيميوليشن تيست. انت بتعمل ستيميوليشن. ده في حاله ان التي 3 قل. نشوف التيست اللي بعده. ده تبع رقم 7 برضه. سالنا البيتيوتري سؤال، قلنا لها انت ليه ما بتسجليش؟ ايه المشكله اللي عندك؟ قالت المشكله ان الهايبوثالامس كل واحد بيرمي المشكله على اللي فوق. شماعه. عملنا ايه؟ ادينا حاجه شبه الثيروكس ريليز الهرمون اللي خارجه من الهايبوثالامس. اذا استجابت البيتيوتري يبقى البيتيوتري ما بتكذبش، يبقى العين من الهايبوثالامس. عشان كده اتفقوا في العالم كله ان اي ستيميوليشن تيست انت بتديه لو في هايبو ثايرويدز، لو عندك افراز الغده قليل لازم تشوف هل العين في البيتيوتري ولا العين في التي اس في التي ار اتش في الهايبوثالامس. نلخص الفيديو ده كله في النهايه. بدانا بالكنترول، اتكلمنا على التي اس اتش والتي ار اتش اكشن والميكانيزم اوف اكشن ونيجاتيف فيدباك وامتى الهايبوثالامس هيشتغل كله ستريس وامتى. تاني نقطه اتكلمنا على الهايبوثايرويدز سواء قبل او بيني. اهم نقطه في هايبو او هايبر لازم تقول الاسباب ولازم تقول كلينيكال بيكتشر. كلينيكال بيكتشر مبنيه على امشي على الميتابوليك افكت واحدة واحدة. كربوهيدرات، فات، بروتين، كالوريجينيك وفيتامينز. وتيجي على السيستم، طب يعمل ايه على سي ان اس، سي في اس، جي اي تي، ريسبيريشن، بلاد، وتلات نقط بلس، فيزيكال، مينتال وسكشوال. في الهايبرثايرويدز زودنا معلومات. مين هي الدايت او الاكل اللي يكبر الغده؟ الانتي ثايرويد دراجز قلتها الفيديو اللي فات، الثايروراسيل والمونوفيلنت اينز اللي بيمنعوا وان اوف ستبس اوف سنسز اوف الثايرويد هرمون. وقلنا علاج الغده الزياده ان انا جراحي اشيل جزء منها وايه المشاكل. وقبل العمليه لازم ادي لوبال ايودين بتركيز عالي قبلها باسبوعين عشان اقلل الفاسكولاريتي. وجينا على التست تلاقي الفكرة بسيطة، أنا عايز أشوف أرقام التي 4 والتي 3 والتي اتش في الدم والكوليسترول في الدم، عايز أشوف الفري تي 3 نسبته للباوند أو مدى استفادة الغدة بالريديو أكتف أيودين. ولو في هايبو ثايرويدز هعمل تو ستيميوليشن تيست وآخر تيست بيز الميتابوليك ريت. طالما انت بتقول ان انت ما بتستحملش الحر تعالى نقيس الحراره اللي انت بتقول عليها. لو طلعت نورمال خلاص، طلعت 60 كالوري بالار بالسكوير متر يبقى عندك مشكله.